مالك يا عواض؟ خلاص يا اخي خلي يروح له من قلبك، قرح له من العالم كله. حاولت يا هلال، وطول عمري وانا ادور انزعه من قلبي نزع، لكن ما يقل ليل الا ويرجع يعوي مثل الكلب بداخلي. كل ما سد داني يزيد يعوي الزياد والزياد والزياد. ما عرفش اني طعمت النوم مثل بقية الناس يا هلال. هو غلطك انك تغلق اذنك يا عوض. افتح اذنك، اسمع صوت قطام يبكي انسو يا اخي. جالس تحسب انك تلاحق قطام، غلطان يا عوض. هو اللي لاحقك عشان تكمل بقية عمرك. واذا نسيت قطام يا هلال وبطلت لاحقه، ولا على ما تقول يلاحقني، معمل بعمري، معمل بحياتي يا هلال. أنا ما تعلمت إلا ملاحقة قطان يوم ما ماتت أمي وأبي. يا ناش تروح؟ اجلس هنا، البلاد بلادك والقرية قريتك فوق العين والرأس. ها؟ اجلس هنا؟ هنا؟ وكيف؟ وأنتو يا أهل العالية ما تقبلوا شحاد؟ وبعدها عاد الشيخ فاضل شيقبلني بعد ما كسرتوا كلامه وانديتوا قطام هذيك الليلة بالعطيف. شفت كيف رجع يقيدنا وما فكنيش، ما فكون إلا الناس ليلة السرقة. صدق إنك أهبل، بس قلبك نظيف والله، ما بينكش خساسة. والشيخ ما حبسك إلا إنك ما كملتش عملك. العطيف بيدك ورأس الآدمي قدامك وعادك حرفت يدك. مو حرفت يدي؟ قسم بالله ما حرفتي ولا، وإن أنا أديته صح، لكن مدري إيش من رأس مع القني هذا، تقول حديد. شفت يا سليم، هذه الأخبار المليئة اللي تفرح القلب أمانة. ها أعطي له كيس مليان بقاش على الخبر الحلو اللي جابه، ويا ريت المرسال حقك يجيب مثل هذه الأخبار الحلوة يا ريت. على طول يا أمير. الله يحفظك يا أمير.
كيف تبرر لأهلك يا فاضل دفنك ابنهم بالسر؟ كيف؟ تخارجت مني؟ طيب نشوف كيف بتتخارج من هذه المشكلة. كلاب وريح ملاصة إيش؟ هو ما أنا قصد لا تخرج ضبحك فوق هذين الكلاب المساكين. خايف يا مختار، والله إن أنا خايف لا يرجع الحاكم ما يوافقش على زواجتي. إلا إن شاء الله بيوافق. أنت داري ليش؟ ليش؟ من أجل الله يخارجنا من الجنان حقك. يا رب يا مختار يا رب. منو هذا العسكري اللي يتقرأ بكل وقاحة وينظر لحريم بيتنا؟ من؟ العسكري مسعود؟ أنا شارويله، هو العسكري حقك المنافق ولا لا؟ معاذ الله يا أمير، معاذ الله إنه يتجاوز حدوده وينظر لما حرم الله. لكن الولد مسكين والبنت مسكينة والولد طلبه حلال. ستر الله إنه أقى وأنا قلبي سالي، ولا كنت شارويله هذا الكلب. فهم العسكري حقك وقل له لا يطمعش بكرمي أكثر من كذا. الناس مقامات والعين ما تعلاش على الحاجب، ولا شقتلب على قلبه. العفو العفو يا أمير، إن شاء الله ما يكررها. ناهي سكننا قد طمع له يا أمير البيت الجديد، قال لي استأذنك بزيارته. ماشي شوف صورته، مش وقته الآن. من عيوني يا أمير. استأذنك ونرجع بكرة. لحظة مش نحن بنحدد بكرة موعد علشان نسافر للمدينة؟ أيب قد تأخرنا على الناس. مالك؟ إيش منقص فلوس؟ ولا يهمك، إذا أنت منقص أنا بزيد من عندي وأنت عارف. لا تقلقش لا تقلقش، اللي عندي يكفينا وبزيادة. أنا استأذنك. تفضل. يا سليم تعال لهنا. أمير عادوا قطع موجود. أيوه دخل أبو السعد والهنا لهنا. عيوني يا أمير. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله أنت الله، يا الله أنت الله. ايش في هالعالي؟ ايش معكم؟ تكلموا. شوفوا عاد احنا خارجين من بيت الله، إذا معاكم أي كلام شو تكلموا فيه تكلموا الآن، وإحنا عند بيت الله. يا شيخ فاضل، نشتي نعرف كيف مات أخونا محمد داخل الصبر، وكيف دفنته كذا من غير ما نصلي عليه حتى. كيف مات محمد مات موت الله، ما حد قتله ولا حد خنقه ولا حد ضربه ولا عمله أي شيء. طيب يا شيخ، محمد كان مربوط بحبل داخل الصبل، يعني ايش اللي بيميته؟ الحبال يا شيخ؟ لا مش الحبال. نحن صح ربطناه بالحبال عشان نحقق معه، نعرف ايش اللي من اللي وزه، من اللي خلاه يفك الحراسة، يخلوا العسكر يسرقوا المخازن. نحن ربطناه وقينا الشيء نتكلم معه. شوفنا الراجل الله يرحمه توفى موت طبيعي. بس يا شيخ أقل شيء كنت تكلمنا يعني نجي نصلي عليه وندفنه. دفناه قبل ما يقول عسكر، وانتو تعرفوا ولا الحاكم درى يقول دية جديد، هيا بأن بتحملوا يا أصحاب العالية. إيش من دية يا شيخ؟ لو كان محمد مات موته طبيعية منو شج سوري قربنا حيثنا. أشتي ابني وابن أخي يشهدوا، وأنت كنت موجود يا شيخ، قل لهم إيش الذي حصل بالضبط. الله على ما أقول شيء، أنا لما جابوا محمد لعندي ما شفت فيه أي ضربة ولا جرح ولا دم ولا أي حاجة.
غسلته بيدي. حتى السم يا شيخ فاضل، السم خطير، مش يفعلش بني آدم حتى دحس. أنت اسكت يا مهدي، تدخل لسانك حلقك، لا عاد وجودك مقبول بيننا ولا عاد كلمتك مسموعة. وين حكمكم يا أهل العالية؟ ها؟ وين حكمكم العادل؟ أنا بعت الأرض لأني محتاج بقش. أنا ما غلطتوش، ما غلطتوش، بس يا يمكن ان انتم تشتوا بس تتوهونا عن مقتل محمد وقصته. اذا تشتي تثبت يا شيخ فاضل صحة كلامك، كيه اندي لنا ابن اخوك الشيخ محسن، اندي يتكلم. محمد مات موت الله، ويشهد الله اني ما عذبته ولا ضربته، لا أنا ولا أحد من أسرتي ولا أحد من أهل بيتي. صدقك يا شيخ، كلامي يمشي ولا كلام هذا؟ كلامك يا شيخ. أقرأ الفاتحة لروح المرحوم الله يرحمه. الله. يا قاضي قل لي، إيش رد لك؟ وافق ولا لا؟ يا قاضي برد قلبي لو سمحت، وافق ولا لا؟ هذا مش خط الحاكم. ايش انا قد اتوهم يا قاضي؟ برد قلبي، رد، قال لك ايه ولا لا؟ ما بوش نصيب، دور لك وحده غيره. ما بوش نصيب يا قاضي؟ وش قلت لي انك كلمته وانه بين لك انه ما اعترضش؟ كلمته يا مسعود، كلمته وضحك ورحب، بس حينها ما ذكرتوش اسماء. دحين جيت وكلموه قلب، ايش اعمل له يا ابني؟ قلب انا ششل نظره شهرب ولا حاش يكسر قلبي. بطل مقنانه، قال لك بشله واهرب، هو بيتغلط هذه الغلطه. مش قلت لي يا قاضي ما خليش حي يكسر قلبي؟ وانا مش خليش حي يكسر قلبي. هذا كلام، لكن الواقع ما بنقدر نغير عادات الناس، افهم. الناس يا سلام، نهم كلام الناس، لكن ما نكسرش كلامهم. قلوبنا تتكسر تندعس. شكرا يا قاضي. ها مسعود، هدا هدا يا قطان، مالك هكذا؟ الدنيا بخير وبتمشي حسب ما اتفقنا عليه. قصدك حسب ما خططتم انتم ونفذتم انتم؟ طيب عادي، حسب ما خططت انا. انت عارف ان الوالي يدور لي على غلطه، ولو حصله ومسك عليا والله شي يقلعنا مثل الضرس. وحاج يدور لك الغلطة هذه، حاج يدور الغلطة، ولو مسك عليك سيقلعك من قدورك. بس الملي إن غلطة فاضل كان كبير من غلطتك. أخ بس لو كان معه عمر ثاني ومسك له الغلطة. كيف؟ أنت والوالي تتخاصموا تتقاتلوا عادي، القبيل فاضل يحسب إنه بعفاطته سيكسر له سنة، لكن لا 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 لا, لا. راسه يتكسر علشان أهل العالية ما يفكروش يهنجموه.
ويتعافتوا زيه. فاضل ما اكتفيش انه رد العالية على حسابكم، مقاش يرد على حسابينا المسكين. احسبني قطام ابوك واحد، قطام المسحر. ما هوش داري اني معي وجه ثاني، وجه كلب مسحور عليك يا قطة. كيف لك جالس بالبيت؟ ما قعملتش حتى في ليلة عرسنا. لا إله إلا الله، جلسنا مع جبنه، خرجنا مع جبنه، كيف نرضيك؟ مانع ومانع يا مانع. أنا توفيق، اخرج نشي نكلمك. اخرج نشي نكلمك. روح قولي لهم إذا مهلناش. أنا ما قد شفت. أقول لك قولي لهم إنه إذا بالمركز بالمدينة. قول لهم أي حاجة. مانع يا مانع. أنا توفيق، اخرج نشي نكلمك. اخرج نشي نكلمك. ليش شنو كذا يا مانع؟ مو عملته، مو عملته. أنا حر، أنا حر. أنا حكي مش شوف حد. روحي قول لهم أنا ما هلناش، مودي من مرة مصيبة. امشي امشي. طيب يا مانع، أنت دراب نفسك، إن شاء الله تجلس العمر كله مخبأ. مانع مرود ليش تخبى؟ خلاص كملنا دح. بكرة شظهر ببقى الشيخ مانع. الشيخ الدنيا كلها. نبيل الصدق، أنا مصدق لكلام الشيخ، بس أينو مانع؟ وين سافر؟ وليش سافر؟ ومن الحين هو يسافر مانع؟ وإحنا أخي مو علينا، ما الحين نتدخل في كلام الشيخ. إلا نتدخل بومئة سبب، سبب إن الحين ندخل. يكفي راح غلاب، ومن بعده عبيد، ومن بعده محمد. بومئة سبب، سبب ندخل بالكلام ونسعى عليها. نبيل السكت بعد الخبر هذا قيل لها يانا صدق. اسكت اسكت يا توفيق، وخيرك هذا يا نبي. واللي حصل لي، واللي حصل لي يا توفيق مش محسوب. ها انتم مش تندموش الا بعد ما يطير راس واحد منكم، لكن سهل سهل يا توفيق، سهل يا نبيل. الدنيا خفاء، والساكتين شجيهم وشندموا على كل شيء. فو عليكم. وشكله الشيلور دعس حق هذيك اليوم. فاضل ما قصرش، أنا اللي ما عرفتوش ربيك، خليتك تمشي اللي في راسك سكتة من غير ما يعرف أبوك. وين قعبك؟ أنا توقعته إنه قلبك شي حس. بعد اللي وقع الهلال بسببك، وبعد ما كانت العالية شليع بسبب زيارات أصحابك، كسحتوها لك وقلتوا شي يقع رجال وشي حافظ على الثقة اللي نديتوها لك أنا وأبوك. إما محمد مات قدامنا، لو العساكر حق الحاكم ساعات وصلوا العالية. كنت خايف. أقول نحن قتلناها بالصبر. تقوم تدفنه سكتة
وفي نص الليل ما فكرتش بأهلك؟ ما فكرتش بأهل العالية؟ وش يقولوا؟ وش يحسبوا؟ لما كعملتي يا أمه؟ لما؟ مش كيف اللي فعل في بابي؟ شوفي حتى عبد الغفور مش راضي يلفت لي. من حقه يا شداد، من حقه يزعل منك. محمد كان أنيس عبد الغفور وصاحبه العمر كله، وموتك فجيعة لنا كلنا يا أخي شداد. يا أخي ما هلش حد عمل من اللي انت عملته يا شداد. والله العظيم انه كان قصدي مصلحة العالية شداد. في حاجات ما تشش تتعامل مع بنية طيبة، لازم تفكر بالنتائج قبل ما تتصرف، ولا تنساش انك اشتقع شيخ العالية بعد عمر طويل لابي الله يحفظه. لازم تفكر مرة واثنين قبل ما تخرج الكلمة من لسانك. في فرق بين اللي تشاء وبين اللي مطروح قبالك، وأنت لازم تتقيد باللي أنت تملكه. ولو ما تشي تجيب شي، جيب من اللي أنت تملكه أنت يا شداد. من اللي شر عليك يا شداد؟ مانع صح؟ ايوه مانع. وينه مانع يا شداد؟ مختفي من ساعته. مانع هذا قلبه خبيث، خبيث مره يا اخي، كله شر. لازم تبعد عنه يا شداد. ما كانش يظهر يا ضبيها، ما كانش يظهر. وينو الغريب اليوم؟ راح يرقد عند هلال، وبينهم صحبة خليها على الله. هيا قم ارقد يا أخي، قم والله شي يفرق إن شاء الله. ولكننا نتقدم إليكم بهذه الشكوى. فاضل ارتاح شوية يا تاجراسي، ما فيش وقت للراحة يا عزيزة. وش انتي قلتي انه ابنك شداد شي يحمل عليك الحامل وشي يساعدك؟ شداد هذا عدو زاد أثقلنا زيادة 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 يا عزيزة. عدو جاهل يا فاضل، اصبر على شوية وش يشتد. جاهل؟ أنا مسكت المشيخة وأنا أصغر منه وأجهل منه. والله يا فاضل إنه يشبهك بكل حاجة، مثلك بالضبط. تذكر وانت بعمره مو عملت؟ خليت أبوك والمرافقين يدوروا عليك الجبل الأسود في كل زوة. على الأقل أنا كنت لما أشتي حقي أخرجه بيدي، لكن ابنك لا، ابنك أحسن واحد يضيع حقه في العالم. تعرفي ليش؟ من هبالته. ابنك بيضيع حقه وحق الناس كلهم وحق العالية بالذات.
إن شاء الله كل شيء يصبر. دحين قل لي مو تكتب يا عزيزة؟ بو مؤامرة علينا مؤامرة على العالية. أنت ما تشوفيش كيف المصائب تيجي فوق روسنا واحدة بعد الثانية ولا لا؟ هذا الأمر طبيعي؟ لا ما هوش طبيعي. علشان كذا أنا أكتب هذه الرسالة الثانية إلى الوالي وشوديها لعند كل المشايخ يوقعوا ويبصموا عليها. إذا ما رضوش أنا شاوقع وبصم عليها بنفسي وشوديها بنفسي أنا. الله يوفقك، الله يوفقك يا فاضل. يا الله يا الله أنت الله يا الله أنت الله. وإن خانوك فقد خانوا الله من قبل، وإن خانوك فقد خانوا الله من قبل. غريب، كيف لو الحاكم خرج مع العساكر بحملة التأديب؟ نحن مدخلنا نحن يا مختار، ولا تشتري نحن نتحمل ذنب ناس لا نعرفهم ولا يعرفون نحن؟ نتحمل أصوات بكاء الجهال والنسوان شهور بعد كل حملة يا مختار. قحنكة قد نحن كذا، بدل ما نرجع نهيم مش نقول للباري طاوعنا الظالم على ظلمه، ما قلنا له اتق الله. قحنكة يا مختار. اسكت اسكت وقر. أمانة من جنانتك هذه قد زيدت به، والله إن المجنانة حقك هذه توصل بعض الرؤوس إنهن تعلقن على باب المركز. قر. صباح الخير يا مسعود، كيف صحتك يا مختار؟ الحمد لله على أحسن حال يا قاضي. يا مختار انتبع على مسعود هذه اليومين، لا تتركوش ناهي. ولا يهمك يا قاضي، مسعود أخي وبعيوني. لا وين يا قاضي؟ الحاكم ما هلوش. انسر والله خرج بالفقر هو وبعض العساكر ومعاهم بنادق وذخيرة. الله يستر. لا وين، أمانة عساكر تغطي عين الشمس. عساكر إن راحوا؟ والله ما أنا داري، قالوا بيروحوا جهة الشرق، ما نش داري أي قبيلة مردت. ناهي الله يحكم بين عباده بالحق. خلصوا صبوحكم ودخلي المشارعين طالبين الحاجة. ما شاء الله عليك يا قطام، طول عمرك وانت تحلم بيد المنصب والجاه والركزة والهنجمة تكون انت الحاكم. سلام يا سلام، دخل هذا وخرج هذا. قعمت كل شيء قطام، بس عادك ما وصلت للحكم، بس هي أرزاق ما هوش على البكارة. وانت رزقك يا قطام ورزق حكمك هو قريب ولازم يقرب. شقع مقع حكم قطام في السماء قد لمع. شقع مقع حكم قطام في السماء حكم قد لمع. قطام وانت هنا ها؟ ها وانت الشيني يا روح، بعد ما طردوني أهل العالية خرجوني من بيتي وخلوني بلا سقف. ما حطردك يا قطام، انت كنت عايش بيت غير بيتك، عشت في العالية ضيف معزز مكرم. مشكلتك يا قطام انك عجيبك التنقل، ليش تتنقل كثير؟ روح بلادك واستقريت. ايوه صدقك، عشت وانتهت فترة ضيافتي. صدقك يا قاضي عبد الرحمن، الواحد يكون ضيف خفيف وش يجلس عند الناس لما يخنقهم ويطرد النساء على الكلب وعياله. وإيش حاجتك في العالية؟ الهوى محلى هواش العالية. الهوى مثل ما أنت عندك هوا حاجتك بالمدينة. قلت لي الهوا، روح دور لك هوا خارج العالية. أما العالية انسيها يا قطام، انسي العالية. عنده كل شيء بأوانه، عنده علم الغيب. شقع مقع. يا سليم سليم، دخل لي المراجعين اليوم.
حاضر يا أمير. إيش أقول لك يا محمود؟ إيش أقول لك؟ أمس استوى غاغا، إيش من غاغا؟ لكن تجي الصدق، والله إني فرحت وفرحت من قلبي. كم لي يا محفوظ من هذه الفرحة؟ تشتي الصدق يا محفوظ، أني حس أنني غلطت بحق هذه الجنية محصنة. هي صح أني بغير حياء وجهي مكشوف، لكن قلبي طيب. هي وادك زوج العفريت عبد الغفور، لا فتح عليك وعبد الغفور ولا سامعك، لو تشوف ولا تعب من البلع أمس. وأعمل زكية، كملت الكلام حقك مع محفوظ؟ قلت له باللي وقع بالعالية. صرتني مجنون، مجنون أكلمه؟ لقيت سقي القبر وقرئ لابني الفاتحة على روحه. مو تقرئي له الفاتحة؟ أصا سمعينا، سمعينا مو تقرئي له؟ حرام للذمة هذه ما انتي حافظة للفاتحة. مشوا عليك يا نبيل الوسخ. الله يلعن العرق اللي ربطني بك. انت داري كيف؟ انت موت بس، موت وابصر، وانا قري على روحك الفاتحة ألف مرة. أما الآن لا تخافش، ربي راضي بمنديله من كلام، وربي داري بالطيبين وقلوب الطيبين بمنده من كلام. يا وسخ. غلطت عم زكية، سامحينا. أمانة سامحينا. لا سامحك ولا غفر لك، لا دنيا ولا آخرة. لما نجدري مو معانا جالسين هنا، مو نعمل. ضروري نتأكد يا هلال إن مانع راقد خارج القرية صدق، على ما تقول مرته الأهل العالية، ولا متخبي بالبيت. يا رجال راضح لنا بين الشمس، لا أبوحة طلع ولا أبوحة نزل. أنا متأكد يا هلال إن مانع متآمر مع قطام، بوحة قام مدبر للاثنين، وخروج مانع بهذا الوقت والشيخ يشا شهادته بس هي مؤامرة من قطام. مانع مش هذاك الحاذق. حتى لو مانع لوحده، الحسد الحسد يا عوض، لقد أخلي قلب واحد ما يخلوش يحتاج شيطان يفكر له، والنفس الأمارة بالسوء بقنوع الأذى توقع أخس من شياطين الإنس والجن. صدقك يا هلال صدقك، الواحد مننا ما يحتاج لشياطين يحركنه جنب اللي يحركنه من داخل. هنا صوت رصاص. ها عوض عوض، يلا مو وضع من هنا الرصاص هذا وعما مدري اللي شنتي حركة شقرع راسه. صدق الله العظيم، يا الله انت الله، يا الله انت الله، يا الله انت الله، لقد خان الله، لقد خان الله من قبل، لقد خان الله من قبل. أين الشداد؟ الشداد أخذ البندق وخرج. طيب اسمعين، أبغينا ننتهي هنا، بنتين الأبواب ولا تخافين. عبد الغفور، عبد الغفور. ها شيخ. اسمع، من يا عبد الغفور؟ ثياب عسكر، لابسين ثياب عسكر يا شيخ. قد خان الله من قبل، خان الله من قبل. شدت روح انتو عبد الغفور ادخلوا البيت، ادخلوا وشوفوا الاوراق اللي كتبناها، وخاصه اللي كتبتهم انا امس، وصلوهم لام الوالي لام المدينه، قولوا لهم بالخيانه اللي حصلت على العائله. حاول ما تخليش حد يشوفك. بسرعه. ايش يابا؟ اخرج الان؟ يلا بسرعه يا شتغل، تحرك. لازم صوتنا يوصل للوالي، لازم صوتنا يوصل، لازم الناس كلها تعرف الخيانه اللي حصلت على العائله. يلا بسرعه، تحرك. شداد، لا تكسر ظهر أبوك يا شداد. حاضر يابا. أوه يا رجلي، أوه يا الله.
يا الله يا خل فاضل. لا 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 خليك عندك خليك عندك يا خل، لا تخرجش لا تخرجش. عساكر الحاكم محاصرين القريه كلها ويضربوا رصاص على اي واحد قدامهم. عوض 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 صوب بيده. اسمع الحق اخوك شداد، اتحرك شوفوا المدينه شلوا مع الاوراق والرسائل كلها، لازم نعرضها على الوالي، لازم تلحقوا انت الحقوا وقولوا للناس ايش اللي حصل علينا من ظلم ومن خيانه على العاليه. يلا بسرعه يا ابني. اقزع اقزع لا تقلق، انا بخير يا هلال. مش عمل لنا شكوى، العساكر تهجموا علينا بالباطل لا داخل بيوتنا. مش عمل لنا شكوى، وبعدك كيف اخرج واسيبكم هكا؟ بطل نواح مثل النسوان وقع رجال، العساكر قاهم هنا في العاليه. جلستك كونه خذلان، اخرج ودافع عليها، لكن ما تلقع الا بعد ما تظهر الحق بين الناس. حياك الله حياك الله، اهلا وسهلا. اشرقت الانوار على العين والراس، حيا الله الامير. الله ينصرك الله ينصرك، ينصرنا يعني ينصرنا كل احنا يا امير. طيب طيب ناي ناي ناي، اين عاد رجعوا الرجال؟ قد وصلوا لبيت فاضل ومحاوط محاوط من كل مكان، لا حد يدخل ولا حد يخرج. حلو اسمع. من غلق على نفسه باب بيته الليلة من أهل العالية فهو في أمان. اصرح يا شيخ وبلغهم هذا الكلام. الله 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 الله، ما أطيبك ما أرق قلبك ما أقبلك. الحمد لله ما أروح لك. قد خان الله من قبل، يا الله يا قوي. بسم الله. كريم لا تقلق يا شيخ أنا بخير. اسمع حاضر، روح شوف لعبد الغفور وتأكد من عبد الغفور. روح الآن تحرك من الخلف. أيوه قد خان الله من قبل، خان الله من قبل. خلصين الرصاص يا عوض. سلم سلاحك سلم سلاحك سلم سلاحك يا فاضل، سلم سلاحك قبل ما أقرح راسك. شوف شوف يا ثابت، تعديكم على العالية هذا إثم، هذا إثم خيانة. مش أنت اللي تتكلم عن الخيانة فاضل، في حاكم وفي قاضي، هو اللي شو يقول منه الخائن ومنو الفاضل يا شيخ فاضل. ادخلوا ادخلوا الدولي شداد والكلب هلال، ادخل. والله ما حدخل بيتي ولا حي على ظهر الدنيا. اسمع يا ثابت، اللي تعملوا هذا في العالية هذا عيب اسود، عيب اسود يا ثابت. ارقع ارقع ارقع، سلاحك ادخلوا ادخلوا، ما حد يدخل. عسكري مكانك، لا تمد علينا يا عسكري، أنا بحلها. ابعدوا ابعد. ايش في يا عم؟ ايش في؟ لا تكبرها ولا تعرضها يا عم، احنا ما بنقضيش على عساكر المدينة، هذول أقوى مننا وعندهم أوامر بتصفية العالية كلها. عساكر المدينة؟ من المدينة؟ يا عم يا عم، مو حكم علينا، مو حكم على العالية كلها، انها تعدت على عساكر الحاكم واستخدمت معهم القوه واتهمتهم زور بالسرقه. وهذا الذي وقع وانت شفته يا مانع. المدينه يا عم، مش تصدقش كلامنا؟ يعني بتصدق كلامنا وما تصدقش كلام الحاكم؟ ايش يا عم؟ اسمع كلامي اسمع كلامي يا عم، وخرج شداد وهلال من داخل
شداد وهلال مش موجودين هنا. يا عم خرجهم خرجهم، وانا لي مكان عند الحاكم واوعدك اني بخرجهم باقل عقوبه. انا ما اكذب امانه، شداد وهلال مش في العاليه، خرجوا. وبعدين ليش تعاقبوا شداد؟ ها ايش من جريمه اللي عملها وانت الوحيد اللي قلك عارف كل شيء يا خاين؟ مش موجودين دوروا عليهم بالوادي، قد خرجوا من العالية. يكون بعلمك يا فاضل، من الآن من اللحظة دي أوبه تعتب باب بيتك. أقسم بالله تعتب باب بيتك خطوة واحدة ما تلوم إلا نفسك، تفهم؟ وانتم يا أهل العالية، الحاضر يعلم الغائب، كما ها شيخرج واحد من باب بيته ولا يطلع الساق في تشقواس، عساكر الحاكم تقنص راسه شيقرحوا راسه، تفهموا؟ وحكم المدينة صدر، والحاكم بكرة بيجي يلقي الحكم في ساحة القرية. الحاضر يعلم الغائب، بعدش تقولوا ما قلناش؟ يلا يا رجال يلا خلينا نروح ندور بعد هذوم الخونة، يلا